بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تقدم تفسير هذه الآيات الكريمات. قال ابن كثير رحمه الله، وقال السدي رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولآخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسواط في بعض أسباط بني إسرائيل، فقال: يا عم، انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، يعني أربح، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلاً، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى، أعوذ بالله. ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى عليه السلام فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه، أي من الذي قتله، ويؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله، وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم،
يعني لو أخذوا أي بقرة وذبحوا كفى، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى عليه السلام، فشدد الله عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، قال نقي لونها، تسر الناظرين، قال تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة، يعني صفراء خالص. قالوا الآن جئت بالحق، فطلبوها فلم يقدروا عليها، يعني تلك البقرة. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، أي محسن إلى أبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، مر رجل معه لؤلؤ يبيعه، وهو شيء يجعل قلادة في عنق المرأة، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح، فقال له الرجل تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ فقال له الفتى كما أنت حتى يستيقظ أبي فآخذه منك ب80,000. فقال الآخر أيقظ أباك وهو لك ب60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال والله لا أشتريه منك بشيء أبدا، وأبى أن يوقظ أباه. هذا من بر الوالد، احترام الوالد. فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة الصفراء، فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى، فأعطوه 2، فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10، فأبى، فقالوا والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا يا نبي الله إنا وجدناها عند هذا، فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه 8. فقال له موسى عليه السلام اعطهم بقرتك. فقال يا رسول الله أنا أحق بمالي. فقال صدق. وقال للقوم أرضوا صاحبكم، فأعطوه وزنها ذهبا، وزن البقرة ذهبا، فأبى فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها، فذبحوها، قال اضربوه ببعضها، اضربوا القتيل ببعض تلك البقرة المذبوحة، فضربوه بالبضعة أي القطعة، بالبضعة أي القطعة التي بين الكتفين، فعاش، أحيا الله ذلك القتيل. فسألوه من قتلك؟ فقال لهم ابن أخي، قال أقتله، قال أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته، فأخذوا الغلام فقتلوه. فالظلم ظلمات يوم القيامة. فأحيى الله القتيل فقال أن فلان قتلني، فقتلوه، النفس بالنفس. نعوذ بالله من فتن الدنيا وعذاب الآخرة. فقال سنيد رحمه الله حدثنا حجاج وابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي
ومحمد بن قيس دخل حديث بعضهم في حديث بعض، فقالوا إن سبطاً، السبط بني إسرائيل كالقبيلة في العرب، إن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة، فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا أدخلوه، وإذا افتتحوه قام رئيسهم فنظر وأشرف، فإذا لم ير شيئاً فتح المدينة، فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجلٌ من بني إسرائيل له مالٌ كثير، ولم يكن له وارث غير أخيه، فطال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كمن أي اختفى في مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات، قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى عليه السلام لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل، كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقان السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى عليه السلام فذكروا له شأنهم، قالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله، قد عرفت اعتزالنا الشرور، وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات كلها عن عبيدة وأبي العالية والسدي رحمهم الله وغيرهم، فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب. أخبار بني إسرائيل إذا وجد في القرآن والسنة تصديقها نصدقها، وإذا ورد تكذيبها نكذبها، وإذا لم يرد شيء نحكيه، ولكن لا نصدق ولا نكذب، لأن الله أخبرنا أنهم حرفوا وبدلوا، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم موسى عليه السلام، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقعة عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة، وأي شيء صفتها. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عسام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية
وغير واحد رحمهم الله. وقال ابن جريج رحمه الله: قال لي عطاء رحمه الله: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا، يعني لو لم يقولوا إن شاء الله ما بُيِّنَت لهم آخر الأبد، ولكن لما قالوا إن شاء الله حصل ذلك. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل، كما قاله أبو العالية والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة، وقاله ابن عباس أيضا رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: عوان بين ذلك، يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة، وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. وقال السدي رحمه الله: العوان النصف التي بين ذلك، التي ولدت وولد ولدها. وقال هشيم عن جويبر عن كثير بن زياد عن الحسن رحمهم الله في البقرة: كانت بقرة وحشية. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وذلك قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وكذا قال مجاهد ووهب بن منبه أنها كانت صفراء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كانت صفراء الظلف، الظلف الذي في القدم كانت صفراء. وعن سعيد بن جبير رحمه الله: كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا نوح بن قيس، أنبأنا أبو رجاء عن الحسن رحمهم الله في قوله: بقرة صفراء فاقع لونها، قال: سوداء شديدة السواد. وهذا غريب، والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها. وقال عطية العوفي رحمه الله: فاقع لونها تكاد تسود من صفرتها. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: فاقع لونها، قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة رحمهم الله نحوه. وقال شريك رحمه الله عن مغراء عن ابن عمر رضي الله عنهما: فاقع لونها، قال: صاف. وقال العوفي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فاقع لونها شديد الصفرة، تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي رحمه الله: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله: تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. وفي التوراة أنها كانت حمراء، فلعل هذا خطأ في التعريب، أو كما قال الأول: إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد، والله أعلم. وقال وهب بن منبه رحمه الله: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، يعني من شدة الصفرة. وقوله: إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها
وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي، يعني من الصوفية المعتدلين لا من الضالين. حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد، حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور ابن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا ولكن استثنوا، لما قالوا إن شاء الله تمكنوا. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة عن زاذان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قال المعلق: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه في سنده عباد بن منصور وهو ضعيف، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم مثله عن السدي رحمه الله، والله أعلم. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي هي الثانية في الثانية، بل هي مكرمة حسنة صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شيئة فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله: مسلمة، يقول لا عيب فيها. وكذا قال أبو العالية والربيع، وقال مجاهد رحمهم الله: مسلمة من الشية، أي من الألوان الأخرى. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيها. قال مجاهد رحمه الله: لا بياض ولا سواد. وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة رحمهم الله: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراساني رحمه الله: لا شية فيها، قال: لونها واحد بهيم. وروي عن عطاء العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك رحمهم الله. وقال السدي رحمه الله: لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى: إنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل، ثم استأنف فقال: تثير الأرض، أي يعمل عليها بالحراثة، لكنها لا تسقي الحرث. وهذا ضعيف، أي هذا القول ضعيف، لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، كذا قرره القرطبي رحمه الله وغيره. قالوا: الآن جئت بالحق. قال قتادة رحمه الله: الآن بينت لنا. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: وقيل ذلك والله قد جاءهم الحق، وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كادوا أن لا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا أن لا يذبحوها. يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد
وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس رحمهم الله: فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظر، لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل، كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي رحمهم الله، ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال عبيدة ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله إنهم اشتروها بمال كثير، وفيه اختلاف، ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة رحمهم الله قال: ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. وهذا إسناد جيد عن عكرمة، والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا. وأخبار بني إسرائيل: إن كان عندنا ما يصدقه نصدقه، وإن كان عندنا ما يكذبه نكذبه، وإذا لم يكن عندنا فنحكيه ولكن لا نعتمد عليه، لأن الله بيّن لنا أنهم حرفوا وبدلوا. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة، وفي هذا نظر، بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما على ما وجهناه، وبالله التوفيق. مسألة: استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان، كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً. يعني إذا كان الوصف تماماً يصح السلم، يعني أن تسلم المبلغ معجلاً وتطلب الشيء الذي تريده وتصفه بأوصاف واضحة، بدليل ما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. لا يجوز للمرأة أن تخبر زوجها أن فلان كذا طولها وكذا جسمها، لا يجوز للمرأة أن تخبر زوجها بزينة امرأة أخرى، لأن هذا فتنة. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون رحمهم الله: لا يصح السلم في الحيوان لأنه لم تنضبط أحواله. وحكى مثله وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم وغيرهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. جل جلاله. قال البخاري رحمه الله: فادارأتم، اختلفتم في القاتل. وهكذا قال مجاهد رحمه الله فيما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبيه عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله أنه قال في قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، اختلفتم، ادارأتم اختلفتم.
وقال عطاء الخراساني والضحاك رحمهم الله: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج رحمه الله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قال: قال بعضهم: أنتم قتلتموه، أي كل يرمي الآخر. وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عمرو بن مسلم البصري، حدثنا محمد بن الطفيل العبدي، حدثنا صدقة بن رستم، سمعت المسيب بن رافع رحمهم الله يقول: ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبوات في سبعة أبيات إلا أظهرها الله. وتصديق ذلك في كلام الله: والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا: اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، يعني خلاف العادة، وقد كان معيناً في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه، يعني بعضها لم يبين ذلك البعض، ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 40 سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له، وكانت بقرة تعجبه، قال: فجعلوا يعطونه بها فيأبى، حتى أعطوه ملء مسكها، أي ملء جلدها، دنانير من ذهب، فذبحوها فضربوه يعني القتيل بعضو منها، فقام تشخب أوداجه دما، أحياه الله. فسألوه فقالوا له: من قتلك؟ قال: قتلني فلان. ثم عاد ميت. وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله: إنه ضرب ببعضها. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف. الغضروف هو العظم الصغير في آخر الصلب. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر قال: قال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة رحمهم الله: ضربوا القتيلة ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة رحمه الله: فضربوه بلحم فخذها فعاش، فقال: قتلني فلان. المهم الله لم يذكر لنا ذلك البعض، فيكفينا ما أخبرنا الله. وقال أبو أسامة عن النضر بن عربي عن عكرمة رحمهم الله: فقلنا اضربوه ببعضها. قال: فضرب بفخذها فقام، فقال: قتلني فلان. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن مجاهد وقتادة رحمهم الله نحو ذلك. وقال السدي رحمه الله: فضربوه بالبضعة، أي القطعة التي بين الكتفين، فعاش. فسألوه فقال: قتلني ابن أخي. وقال أبو العالية رحمه الله: أمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظماً من عظامها فيضربوا به القتيل، ففعلوا، فرجع إليه روحه، فسمى لهم قاتله، ثم عاد ميتاً كما كان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: فضربوه ببعض آرابها، أي أعضائها، وقيل بلسانها، وقيل بعجب ذنبها، الله أعلم. وقوله: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحيي، ونبه تعالى على قدرته
وإحياء الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجةً لهم على المعاد، على أن الله يبعث من في القبور يوم القيامة. جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجةً لهم على المعاد، وفاصلًا ما كان بينهم من الخصومة والفساد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه في إحياء الموتى في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربع. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميماً، كما قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت وكيع بن عز يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل، يعني ميت يابس، ثم مررت به خضرا مرة أخرى؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، كما يحيي الله الأرض الميتة كذلك يحيي من في القبور جل جلاله، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الله، فالله يحيي الموتى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يسير على الله عز وجل مسألة. استدل لمذهب مالك رحمه الله في كون قول الجريح فلان قتلني لوثاً بهذه القصة. إذا قال الجريح فلان قتلني فهذا يعتبر لوث، يعني التهمة، فيؤخذ ذلك الإنسان ويقرر، لأن القتيل لما حي سئل عن قتله فقال: قتلني فلان، فكان ذلك مقبول منه، لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق ولا يتهم. والحالة هذه، ورجحوا ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن يهودياً قتل جاريةً على أوضاحٍ لها، كان عليها حلي فضة، فقتلها ليأخذ الحلي، فرضخ رأسها بين حجرين، فقيل: من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى ذكر اليهودي فأومأت برأسها، يعني أشارت نعم، فأخذ اليهودي فلم يزل به حتى اعترف. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين كما فعل. وعند مالك رحمه الله إذا كان لوثاً حلف أولياء القتيل قسامة، أي 50 يميناً، وخالف الجمهور في ذلك ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثاً. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. نعوذ بالله من قسوة القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى توبيخًا لبني إسرائيل وتقريعًا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدًا،
ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأني، يعني ألم يأتي وقت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعوذ بالله من قسوة القلوب. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال العوفي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط، فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخي قتلوني. ثم قبض، فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما قتلناه، فكذبوا بالحق بعد إذ رأوا. فقال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بني أخي الشيخ، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي من قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة، فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارية، ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا الخشوع على عظمتك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القرآن. فالحجارة تخشى وتخاف الله. اللهم ارزقنا الخشوع على عظمتك يا ذا الجلال والإكرام. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق، وما الله بغافل عما تعملون. وقال أبو العالية الجبائي في تفسيره: وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البلد من السحاب. قال القاضي الباقلاني رحمه الله: وهذا تأويل بعيد، وتبعه في استبعاده فخر الدين الرازي، وهو كما قال: فإن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل، والله أعلم. فبعض الحجارة تسقط من خشية الله جل وعلا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الحكم بن هشام الثقفي، حدثني يحيى بن أبي طالب، يعني يحيى بن يعقوب رحمهم الله، في قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، قال: هو كثرة البكاء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، قال: قليل البكاء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال: بكاء القلب من غير دموع العين. تنبيه: اختلف علماء العربية في معنى قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم: أو ها هنا بمعنى الواو.
تقديره فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وكما قال النابغة الذبياني: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد، تريد ونصفه. قاله ابن جرير رحمه الله. وقال جرير بن عطية: نال الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر عليه السلام. قال ابن جرير: يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وحكى القرطبي رحمه الله قولا أنها للتخيير في مفهومها بهذا أو بهذا، مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، أي مخير أحدهما. وكذا حكاه فخر الدين في تفسيره، وزاد قولا آخر وهو أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب، كقول القائل: أكلت خبزا أو تمرا، وهو يعلم أيهما أكل. وقول آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلي حلو أو حامض، أي لا يخرج عن واحد منهما، أي وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها، لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. وقال آخرون: أو هاهنا بمعنى بل، تقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وكقوله: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك: فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم. حكاه ابن جرير رحمه الله. وقال آخرون: بل المراد بذلك الإيهام، الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود: أحب محمدًا حبًا شديدًا، وعباسًا وحمزة والوصية، فإن يك حبهم رشدًا أصبه، ولست بمخطئ إن كان غيًّا. قال ابن جرير رحمه الله: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكًا في أن حب من سمى رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال: وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: كلا والله. ثم انتزع بقول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فقال: أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضلال. وقال بعضهم معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير رحمه الله: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة، وبعضها أشد قسوة من الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره رحمه الله. قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مع قوله: أو كصيب من السماء، وكقوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله: أو كظلمات في بحر اللجي، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج، حدثنا علي بن حفص، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، نسأل الله العافية. فكثرة الكلام سبب لقسوة القلب، فينبغي أن لا نتكلم إلا بخير، وعلينا أن نكثر من ذكر الله وتلاوة كتاب الله،
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، نعوذ بالله من قسوة القلب. رواه الترمذي رحمه الله في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد رحمه الله به، ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. قال المعلق: وروى البزار رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من الشقاء: جمود العين يعني عدم البكاء، وقسي القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. قال المعلق: رواه البزار من طريق هانئ بن المتوكل عن عبد الله بن سليمان وأبان عن أنس رضي الله عنه به مرفوعا. وقال البزار رحمه الله: عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع: وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف، أي في سنده ضعف، نعوذ بالله من قسوة القلب وكل ما يكرهه الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن ينقادوا لكم بالطاعة هؤلاء الفرق الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويله، من بعد ما عقلوه أي فهموه على الجلية، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين: يؤيسهم منهم، يعني يئسوا، أن يئسوا من اليهود، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله؟ وليس قوله يسمعون كلام الله يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، ولكنهم الذين سألوا موسى عليه السلام رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى عليه السلام: يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله تعالى فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى عليه السلام إلى ربه تعالى فقال: نعم، مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا، ففعلوا، ثم خرج بهم حتى أتوا الطور. فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى
عليه السلام أن يسجدوا، فوقعوا سجوداً، وكلمه ربه تعالى فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل، فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به، وقالوا حين قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم، فهم الذين عن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الكفر والعناد. وقال السدي رحمه الله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال هي التوراة حرفوها أي غيروها. وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق رحمهم الله ورضي الله عنهم، وإن كان قد اختاره ابن جرير رحمه الله لظاهر السياق، فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي مبلغًا إليه. ولهذا قال قتادة رحمه الله في قوله: ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه، أي حفظوه. وقال مجاهد رحمه الله: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم، علماء اليهود حرفوا وكتموا، نعوذ بالله من ذلك. وقال أبو العالية رحمه الله: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، أي من صفات محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة، فحرفوه عن مواضعه. وقال السدي رحمه الله: وهم يعلمون، أي أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب رحمه الله: قال ابن زيد رحمه الله في قوله: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما، والحرام فيها حلالا، والحق فيها باطلا، والباطل فيها حقا، إذا جاءهم الحق، إذا جاءهم المحق، أي الذي دعواه حق، برشوة أخذوا أخرجوا له كتاب الله، لأنه أعطوه رشوة فجاءوا أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد يسألهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمره بالحق، فقال الله لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، نعوذ بالله من الكفر والضلال. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي بصاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصٌ،